اتكلنا على الودعاني يوم خسر ذاك اليوم ومع الودعاني مثلك. جيت جاني حمد قلت له قلت خسران؟ قال لي خسران. قلت اسمه قال قلت كيف احسبه؟ قال كيت كيت. قلت لا انت فايز، راح احسبها له. طلع فعلا فايز حمد الودعاني وهي قال نفس الشيء. فانا ذحين اذا كانوا معطيك لو انا غير غنت ترى ما ساعدتك الصدق. طالب فيها؟ طالب فيها. خليني اعلمك قسما بجلال الله، خليني اعلمك شوف ألف نقطه انت اخذها. خليني اعلمك شوف كل انا طابخ طبخ انا والعيال طابخين. انا من هذا المنبر أسمع. اعلم غنت الشيف غنت ان الألف نقطه تعتبر انها في رصيدها باذن الله. اسمع 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 كل التقييم من 100 كيف؟ كل 50% العيال و 30% الجمهور و 20% اعداد. حلو حلو حلو. العيال خذوا 30% حقت الجمهور. حلو حلو. كل انا اخذت تقييم العيال 40، قيمكم 4 صح؟ حلو. كل اخذت تقييم العيال 40. حلو. قول ثلاثه تقييم. لا كل اربعه. هم اربعه قيم. اربعه اللي يقيمون. اربعه الا ان كان اذا لا تتبع لي عشان ما تنك بصبح. لا واحد الشايب. كيف؟ ابو العيال. اتمنى كم قيموك؟ قيموني ثلاثه، عبد الله حربي واثنين. وذاك قيم من؟ ذاك ما ادري، اظن اكيد طبختي هي الحلوه، طبختهم ما فيها ملح. لا تقول اكيد وما ادري ايش. واحد ما تاكدت منه. الله ياخذك. 30 30 خذ 10. اجي فايزين عليك. ليه؟ لانه خذ 30 الجمهور. وانت خذيت 30 العيال ف 30 30. وهم خذوا 10 حقت الشايب اللي انت تقول 40 30. والتصويت هذا نصفوه ف التصويت طلع تصويت لهم. ليه؟ لهم ما في فازوا. نسبة لي؟ لا ياخذونها كلها لهم. لكن اذا الشايب صوت لك انت فايز. تأكد. تعارض الصبح هم يطلعون ذي وش بيكون شكلك؟ كيف؟ لو تعارض وقالوا لا وجابوك هذه انه فعلا الشايب مصوت لهم وش بتستفيد انت؟ بتكون حجتك غلط. خلاص هي تعتمد لها باذن الله باذن الله انها انت فيها. روح تأكد. ما يحتاج اتأكد، اصلا كل شيء واضح وكل شيء مبين وهم واضح انهم مستقعدين لي في ذا المطبخ. ليه قبل ما يستقعدون لي ليه انا افوز؟ خلاص كل في المطبخ الاول 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 تبي تدري اذا هم مستقعدين لك ولا لا؟ تبي تدري ولا لا؟ تاكد من تصويت اللي صوتوا لك اليوم. طيب واذا قلت لك انهم مصوتين لي؟ الحين تقول لهم انت متاكد تستهبل. واتوقع اتوقع اتوقع ان الجمهور بعد مصوت لي وهم غير كان يبوني انا عرفت انا طبختهم. سلطان ما عندهم منضغط لا تطبق اسمع على شوف هم اوكي انت بطقها. اخي انا عادي بس الشيف وش ذنبه؟ اي لا لا مستحيل غلطه مستحيل يسوون تسدع فيك عشان والشيف مستحيل لا مستحيل والله تبشر لها ب 1000 نقطه. لكن اسمع اسمع انت رحت لو اني اشتريها شراء راح انت اكد يا قالوا راحوا المعدين بس ان قالوا نص نص. اوف اوف من يتكلم ودي ارفع صوتي واتكلم لان شوف انا ما ارفع صوتي الا بحق. هاي لا تواجه. شوف الرجال اذا جاء حجته قويه ورجال معه دليل ورجال معه شيء فما حد بوقف قدامه. اما تيجي تسلم درعم لو تنافخ ولو تنط اسمع انت تقول انا معي حجه ومعي بس كلهم بيجون ضدي. لا صار خصمك قاضي ما انت قاضي. لا لو يجي ضدك لا صار خصمك قاضي ما انت قاضي. لا لو تجي العالم كلها ضدك وانت على حق بتاخذ الحق غصب. لا صار خصمك قاضي ما انت قاضي. ما عليك بيقولون لا فلذلك انا اهم شيء بس النقاط انها تاخذها. لا عشان اسمعني اهم شيء النقاط انها تاخذها الشيء عشان اقول لك اسمع عشان اقول لك ضبط عمرك تقدر تنشد العماد الحين لقيمك من قيمت اليوم الظهر انشدهم وانشد المعد بكره. اتمنى انك تشوف والله ودي انك تشوف الطبخه بس تراني انا من النوع اللي اذا قيم اذا اعلن شو اسمه المقدم التقييم اروح اخذ الورقه منه على طول.
اخي ما ادري ايش اقول. لا تخلي الرجال على لهم بابن عليك يا سلطان.